في الخليج وغيره واغلبيتهم كانوا توانسة متدمرين في تونس، وكان يبدا في قناه 21 ولا في كذا اذاعه شباب وكذا، ما يلقاش حظه يمشي لبرا ويتالق وينجح. وعندنا برشا من مراد زغيدي زاد كان متالق برشا، والكلمه باهيه ما نقولوهاش طبيعه فينا، مصيبه معناتها كان غلط ولا كان قال كلمه مش في بلاصتها نعفسوا فيه، وحتى احنا الاعلام ندور ونعفسوا كذا. مع العلم انا عصام ورفخلي برشا ما استدعيناهم ما يحبوش يجيوا الا ما ياخذوا لوكي ودنيا معناتها ما همش ليبر بار شيء. سفيان ديما عندنا احنا كمنطق لا يتنبؤ نبيهم في قومه، انا ديما ديما عندنا صنعة التكريم الساعة بعد الموت هذيك قاعدة خليه يسكت اي هذيك لازم يموت دور من بعد نبدو نكرمه فهمتني ولا خويا. ان شاء الله ان شاء الله ربي يهدي الجميع ونلقوا مسؤولين هكا معناها وناس في الميادين مختلفة يعطوا قيمة للناس اللي عندنا لبرا. المصيبة بعد معناها بعد 21 سنة برك الله كارير كبيرة ومعروفين معناها معروف خليفة والله معروفين لا يستحقوا أصلا لا التكريم مش معناها لا لا معناها هي صحيح ممكن اجي نفسر لك منطق نفهمتك انت هما معناها تعم نجوم. اي ولا بلادك ما يسالش كي تجي احنا مساسين ما نكرموا حد راهو فضيحه اي اي دونك نكرموا نحن نكرموا بعد الموت نكرموا بعد الموت. اما تو تشوف تو تسمع تو سامحني مع كل احترامي لك وعصام شوالي مهما نجحوا راهو كلمه طيبه من تونس فلوس الدنيا عندهم يعني انا برجوليه مع كل احترامي للناس الكل. اما كي تسمع المعلقين اللي عندنا تو معناها في تونس برجوليه معناها يحزن ترقد ياخذك عينك في الماتش هي وكورتنا معلقين نتاع ماتشواتنا لا 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 انا باش نربط انا باش نربط معاكم بالفيديو نتاعي وش نقول لكم اللي تاريخنا في التعليق على كره القدم تاريخ كبير ياسر ونعرفوا شنو نقولوا. وحتى في وسط الماتش يبدا معلق وانترونور ومشجع والكل مع بعضه. اسمع المرحوم الله يرحمه ترى هات الفيديو رقم 12 في تسلل هذا يسكن في التسلل عمل فيها خيمة التسلل يقول لك تمش غلطة من الحكم ما تجي الله والنيات يهرب لازم ياخذوا منهم حذروا المهد بمصل الكرة باهي ياسر من الإمام باهي هيثم عبيد امشي ادخل هيثم عبيد ادخل هاي لا ياسر خارق العادة نوليوش حتى احنا صرنا نكلموا في الملعبية كنا ممرنين ولكن معناها أخذتنا اللقطة هايلة من هيثم عبيد يهرب ويحل معناها الهرجال كان لاصق للحارس حقيقة فرصة ثمينة جدا ولا بد من هدف أول يحش ساقين الزمبيين من الأول. شكون هذا؟ بغنيم الله يرحمه أحمد بغنيم ما نعرفش انتم ما خلطتوش عليه هما اسطوره احمد بغنيم به يعطيوها الماتشوات كي ياخذ ماتش باش نفدلكوا فيه اكثر يعني ما يخوش كل ماتشوات سخان برشا. وكنت عنده برنامج نهار الجمعه وكانت تكهنات نتاع الماتشوات احمد بغنيم الله يرحمه مات تفجعنا الكل كي مات. وعندنا في تونس راهو برشا يعني مثلا خليفه جبالي مثلا منجي النصري مع فما مذيعين في الاذاعه مازالوا في الاذاعه باهي انا خليفه جبالي منجي النصري نستمتع كي نسمعهم وكيفاش تبارك الله عليهم قد ما صار لهم ضرب واحد مازالوا بنفس الانرجي واحد تبارك الله عليهم. رفيق صعفراني صديقنا وزميلنا بعث لي قال لي زاد فما نوفل الباشي وبلال العلويني بالحق وسهيل بن عمر ونور الدين الحفصي وكريم الطرهوني هذوما من المعلقين اللي يعيشوا لبرا بلال في الهوند من امتع ما فما هاك تشوف ما هيك تشوف هيك عندك في تونس لهنا جماعه راقدين يعدي لك قافه وبقصيه هو بيدو في تونس راقد كان يمشي يخدم لبرا في ظروف باهي توا يفيق لا كان جابيه راه عيطوا له انا نعرف انا نحكي عليه ويعرف وشعب كبير يعرف كان جاي بهيرة معيطوا له من 2002 ومرجينا الكبيده الهول تو ما خرجش نفس تعليقاته ونفس نفس هو بيدو تحكي على معلق معين هاي المعلق المشهور نتاعنا هاي باهي باهي سيبا قفا يلا يلا مره كان حاصل مره 2018 تروح 2018 لحظه شكرا الواعر تمريره طويله يرجع يا لا ما رجعش يقول لي توقفت المخرج لحظه مره قال مره قال وشاطها قويه ولكن ضعيفه عجبتني قويه وليه فاست الركنيه اللي قال بالتقنيه الخمسه 5 دي ولا شنو شكون ذكرها وقتها لا حد الرياضي درو دي ولا وين الركنيه الدربي ظهر زعما زعما فازا دي فازا تقام جيبوا استاجير حمدي يفيس عليه في الوطنيه تيك اوت على ربي وكا غريب الله يرحمه واه
محمد بغني. محمد محمد هو اخوه الكبير زاد توفى الله يرحمه. وليد كسوفيان وليد كسوفيان الله يرحمهم كل وربي يطول في عمرك سي سفيان على الدزه هذه ما بقى الشيف سفيان قبل ما نسمع القصدغلي الشيف سفيان باش نطيبوا خبز